السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني الكرام، معاكم أخوكم عيسى من قناة ساند أدفنتشرز. اليوم عندنا شرح واستعراض الجهاز الجديد اللي وصلنا، جهاز ماينلاب مونتيكور. طبعا أشكر أخوي حسين البياتي كل الشكر على توفير هذا الجهاز لي للقيام بالشرح عليه، أرسل لي إياه أول ما وصل عندهم. طبعا هذا الجهاز يعتبر حصري حاليا، غير متوفر في بعض الأسواق الثانية. نستعرض لكم الجهاز بالكرتونة من الخارج. مثل ما أنتم شايفين، هاي باور مالتي آي كيو أوفر 50 مور باور ذان إكوينكس، بمعنى أصح أن هذا الجهاز اللي هو الماينلاب مونتيكور أقوى من الجهاز الإكوينكس ب50% كقدرة. التعرف على الأهداف بشكل سريع، وجود شاشة ثنائية للتوضيح عن الهدف ونوعه بشكل تقريبي، المقدرة على عزل الأهداف الغير مرغوب فيها، الصوت جدا عالي لمعرفة الأهداف، في 10 أنماط للبحث عن الأهداف. الجهاز ووتر بروف IP68، تقدر تنزل فيه لعمق 5 أمتار تحت البحر. وزن الجهاز 1.3 كيلو، يعتبر وزن خفيف. كلير فيوينج لارج، الشاشة جدا واضحة، تقدر تتعرف على كل مزاياها. الجهاز يقدر يتحمل أي تأثيرات إلكترونية كانت تحت باطن الأرض أو أي إشعاعات إلكترونية، الجهاز قادر أنه يحتويها، قادر أنه يتغلب عليها. الصوت جدا واضح في هذا الجهاز، فيه مكبرات صوت جدا قوية. الجهاز يحتوي على نظام السوفتوير أبغريد، تقدر تعمل تحديث لهالجهاز متى ما توفر، والضمان 3 سنوات. طبعا الاكسسوارات اللي موجودة مع الجهاز، الملف اللي هو القياس 11 هذا من الجهاز نفسه، والسماعة الوايرلس، والكيبل للسماعة وللجهاز للشحن. عندنا اللي هو سكرين بروتكشن والكتيب الصغير، وهذه الملفات اكسسوارز تشتريها على حدة لحالها. الملف هذا قياس 8 × 5.5 إنش، وهذا القياس للملف 15 إنش، والسماعة هذه اللي هي ووتر بروف تطلبها إذا كنت حاب تستخدم هذا الجهاز في الأعماق أو في البحر. ونستعرض لكم الجهاز ونفتح الكرتون ونقول بسم الله. هذا مثل ما أنتم شايفين إخواني الكرام، عندكم هنا الملف قياس 11 إنش، هذا الملف الستاندرد اللي يكون موجود مع جهاز المونتيكور. وعندنا هذه السماعة الوايرلس في العلبة، وهذا كتيب الجهاز، كتيب مختصر ومعه السكرين بروتكشن لحماية الشاشة الخاصة بالجهاز. وهذه اليونت اللي هي الجهاز، هذا الجهاز المونتيكور مثل ما انتم شايفين يكون على رود كاربون فايبر، سهل تركيب الارم فيه، وراح نستعرض ان شاء الله بالتفصيل طريقة تركيب الجهاز. وهذا مثل ما انتم شايفين الارم صار جدا فليكسبل، جدا مرن. افتح الكيس، هذا هو الارم، صار جدا مرن، غير قابل للكسر، بعكس الارم القديم اللي في الاكونكس كان ينكسر بسهولة. وهذه القطعة تضغط عليها هنا، تكبس هاي الكبسة وتدخل الارم في الرود، وبعدها تقوم بغلقه. وراح نستعرض ان شاء الله المواصفات هذه، طريقة تركيب الجهاز. وهذا عندنا الكيبل الخاص بشحن الجهاز، والكيبل الثاني اللي هو لشحن السماعة موجود معاها في العلبة. خلونا نشوفه،
هذه علبة السماعة قوم فتحة، هذا اللوجو الخاص بماين لاب، هذه السماعة من أحدث الإصدارات، سماعة جدا ممتازة، تقدر تستخدمها كوايرلس وتقدر تربطها كذلك لو حبيت ككيبل، يعني تستخدمها مع الجهاز بهذه الطريقة، تركبها هنا وتشبكها مع الجهاز، وهذا هو الكيبل الخاص بشحن السماعة. مثل ما انتم شايفين هذا هو الكيبل، هذا اللي تشحن فيه السماعة الوايرلس. كان اخواني الكرام هذا الشرح البسيط، استعرضنا فيه الجهاز، وان شاء الله المقاطع الجاية راح استعرض معاكم طريقة تركيب الجهاز. إلى ذلك الوقت نترككم إن شاء الله في حفظ الله ورعايته، ودمتم سالمين، وانتظروني في المقاطع الجاية، وفي أمان الله.